يا موطني أنا من شعاع المعرفة المعرفة يا موطني أنا من شعاع المعرفة صرح يعانق نوره أجمل وطن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما نافعا يا رب العالمين. ثم أما بعد، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الأول الثاني، تحدثنا في الحصة الماضية عن الاسم الممنوع من الصرف، وقلنا بأن الاسم الممنوع من الصرف هو اسم ممنوع من التنوين. يعني ماذا ممنوع من التنوين؟ أي لا يلحق الاسم أي علامة تنوين، لا يلحق به تنوين بالفتح ولا تنوين بالنصب ولا تنوين بالجر، يكون اسما لا ينون. طيب، عرفت هذه الأسماء التي لا تنون، ما الفائدة من معرفتي؟ أعرف بأن هذه الأسماء إذا وقعت، أن هذه الأسماء إذا وقعت بعد حرف جر فإن علامة جرها تكون الفتحة نيابة عن الكسر. يبقى إذن الاسم الممنوع من الصرف هو اسم ممنوع من التنوين، ويجر علامة جره ماذا؟ الفتحة نيابة عن الكسر. وعرفنا بأن هناك علة أو سبب واحد يمنع الاسم من التنوين في، وعرفناه في الحصة الماضية، وهناك ثلاثة أسباب منفردة. إذا جاءت في الكلم فإن الكلمة تكون ممنوعة من الصرف. إذا كانت الكلمة مختومة، الاسم مختوم بألف التأنيث الممدودة مثل صحراء وسماء، إذا كان الاسم مختوما بألف التأنيث المقصورة مثل سلوى وليلى، إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع. ما معنى منتهى الجموع؟ أي صيغة جمع التكسير، في وسطه ألف وبعد هذه الألف حرفان مثل منابر ومساجد، أو بعد هذه الألف التي في وسط الجمع بعدها ثلاثة حروف أوسطهم ساكن مثل مسامير، مفاتيح، عصافير، تماسيح، وهذه علة واحدة. الآن معنا علتان تمنعان الاسم من الصرف، يبقى الاسم ممنوع من الصرف لعلتين، سببان موجودان في الكلمة أو في الاسم يمنعانه من الصرف. إذا كانت الكلمة علم نرمز لها بالعلمية، إذا كانت الكلمة اسم علم، خلاص اسم علم ومؤنثة، إذا كانت الكلمة علم ومؤنثة مثل عائشة وزينب وخديجة ومكة وجدة، دي كلها كلمات مؤنثة، أسماء علم مؤنثة وفي نهايتها علامة تأنيث، خلاص. إذا جرت هذه الأسماء فإن هذه الأسماء تجر علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسر. يبقى هذا النوع الأول، طبعا إلا إذا كانت ثلاثية مثل دعد فإنها تصرف، يجوز صرفها ويجوز منعها، خلاص. طيب، الاسم الأعجمي إذا كان اسما علم وأعجمي في نفس الوقت فإنه يمنع أيضا من الصرف، فإنه يمنع من الصرف مثل إبراهيم وعيسى وجبريل، إلا إذا كان أيضا ثلاثيا له حكم آخر. إذا كانت الكلمة علم وفي آخرها ألف ونون زائدتان، أسماء مثل عثمان، عفان، سليمان، سلمان، دي عمران، دي كلها تكون ممنوع من الصرف، أي تمنع من التنوين وتجر علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسر. إذا كانت الكلمة علم ومركبة تركيبا مزجيا، ما هو التركيب المزجي؟ أي كلمة مكونة من كلمتين، حضرة موت، بعلى بك، خلاص. إذا كانت الكلمة علم وعلى وزن الفعل، ما هو وزن الفعل؟ أن الكلمة تنفع أنها تكون في مواضع اسم وهي نفس الكلمة بنفس حروفها تكون اسما، مثل أحمد، أحمد الله على ما جاءني، أحمد، وينفع اسم أنها تكون أحمد. يبقى إذا لو استخدمت اسما فإنها تجر علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة. يزيد، الإيمان يزيد وينقص، فعل مضارع، وأيضا نستطيع أن نستخدم يزيد على أنها اسم، فإذا استخدمت اسما وجرت فإنها تجر علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة. ينبع، نفس الشيء، ينبع نهر النيل من بحيرة فيكتوريا، ينبع هنا فعل. طب إذا استخدمت كلمة ينبع كما كاسم وهناك مدينة على ساحل البحر الأحمر تسمى ينبع، هذه اسم علم، فإذا استخدمت اسما
إذا جرت تجر علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة. آخر نوع من الأنواع الأسماء الممنوعة من الصرف لعلتين إذا كانت على وزن فعل، اسم وعلى وزن فعل، مثل زحل كوكب مشهور، مضر قبيلة مشهورة. فاهمين يا أولاد؟ يبقى يمنع الاسم من الصرف لعلتين إذا كان علما، وستة أنواع أمامكم. طيب هذا فقط؟ لا، إذا كانت الكلمة صفة ولها ثلاثة أنواع. فإذا كانت الكلمة صفة وفي نهايتها مزيدة بألف ونون زائدتين، مثل عطشان، كسلان، جوعان، غضبان، سكران، هذه كلها صفات. إذا استخدمت صفة وفي نهايتها ألف ونون فإنها تجر علامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة. إذا كانت الكلمة صفة وعلى وزن فعل أو على وزن الفعل، مثل أفضل وأحمر وأنفع، فإنها تجر علامة جرها الفتحة. إذا كانت الكلمة صفة وعلى وزن فعل مثل فعدة من أيام أخر. فإذا استخدمت هذه الكلمات وجاء قبلها حرف جر فإنها تجر وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة. هل ممكن الأحكام دي كلها تزول؟ نعم، في حالتين تجر وعلامة جرها الكسرة ترجع لأصلها. متى؟ إذا دخلت على أي كلمة من هذه الكلمات ألف واللام، أو إذا أي كلمة من هذه الكلمات أضيفت إلى ما بعدها، ففي الحالة دي تجر وعلامة جرها ترجع لأصلها، تجر وعلامة جرها الكسرة. خلاص، أرجو أن أكون قد أفدتكم بهذا الدرس. الحصة الماضية الممنوع من الصرف العلة واحدة، وفي هذه الحصة الممنوع من الصرف العلتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا موطني أنا من شعاع المعرفة، يا موطني أنا من شعاع المعرفة، صرخ يعانق نوره أجمل وطن.